درست نخبة من الباحثين في ندوة نظمها مركز الدراسات الإنسانية مبدأ إشكالية موريتانيا الدولة بين رهانات التأسيس ومتطلبات التجذر، حيث قدمت معالجات للذاكرة الوطنية والتاريخ الوطني في ماضي تحولاته وتجلياته الحاضرة وإعادة استرجاعه في ظروف معاصرة حيث تتنافس النخب على الاحتفاء به. قراءة الماضي من خلال رهانات وصراعات الحاضر تتم نتيجة ازدحام الأحداث التاريخية في الذاكرة الجمعية. ذاكرة الموريتانية ذاكرة مكتنسة بكثير من الأحداث، وهي في غالب الأحيان تتم من خلال ما يسميه البعض عملية الإسقاط عبر التاريخ، يعني بروجكسيون أترافير ليستوار، أي قراءة الماضي من خلال رهانات وصراعات الحاضر. إشكاليات عديدة تتعلق بقراءة التاريخ، خصوصا فيما يتعلق بمقاومة الوطنية للاستعمار، حيث نجد أن المقاومة لم تكن تملك تصورا أو مشروعا موحدا حسب رأي البعض، وقل الشيء ذاته بالنسبة للحركة الوطنية التي لم تكن تملك تصورا وطنيا جامعا لمشروع الدولة، بل كان ثمة تعارض وتضارب في الرؤى، وإن حصل تفاهم لاحق بعدما تبلور مشروع الاستقلال الممنوح للبلاد من قبل الفرنسيين. وعندما وقع الاستقلال في 1960 كان استقلالا شكليا تماما. وهل تعرفون للمفارقة أن هذه المواد الدستورية المتعلقة بالمجموعة الفرنسية لم تحذف من الدستور الفرنسي إلا سنة 1995، يعني بالأمس. فإذا الرئيس رحمة الله عليه المختار البلداء يقول هذا بصريح العبارات في مذكراته، يقول أن الاستقلال الذي منح، استخدم عبارة منح سنة 1960 كان استقلالا شكليا، وأن الدولة لم تستقل إلا بعد تأميم الفرمان ومراجعة العلاقات مع فرنسا. النقاش تطرق أيضا لتاريخ الأنظمة السياسية والتيارات الفكرية وما بذلته من جهود لتأسيس الهوية الجديدة للبلاد، والتي تنازعتها ولا تزال رؤى متعددة.